الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. رؤية البيض النيء في المنام والله أعلم، إشارة على أكل المال الحرام والله أعلم. رؤية الرجل بالبيض النيء في المنام إشارة على الإزمات والاضطرابات في الحياة والله أعلم. إذا رأى الرجل البيض النيء في المنام علامة على الشدائد والأمور الصعبة في الحياة والله أعلم. رؤية البيض في الثلاجة تكون إشارة على الرزق الوفير الأيام القادمة. إذا رأت المرأة الحامل أنها ترى البيض في الثلاجة إشارة أنها سوف تلد أنثى والله أعلم. رؤية الرجل يأكل البيض النيء من الثلاجة علامة أن هذا الرجل يأكل المال الحرام والله أعلم. رؤية أكل البيض النيء من الثلاجة للشاب الأعزب علامة على المكانة التي بينه وبين أصدقائه في الحياة والله أعلم. رؤية فقس البيض في المنام علامة على الزواج القريب. فقس البيض في المنام علامة على الذرية والأبناء الكثيرة في الحياة. رؤية الشخص أن البيض يفقس في المنام إشارة على السمعة الطيبة بين الناس والله أعلم. رؤية فقس البيض في المنام علامة على الرزق الوفير وكثرة الخير في الحياة والله أعلم. رؤية فقس البيض وخروج الكتاكيت علامة على الخير المخبأ لصاحب الرؤيا والله أعلم. رؤية الرجل البيض المطبوخ بشكل عام علامة على النساء الذي يقابلهم في الحياة. رؤية البيض المطبوخ للسيدة إشارة على السعادة والخير التي تحصل عليها. رؤية الشخص أنه يأكل البيض المسلوق علامة أنه لا يستطيع أن يعيش في ذكريات المستقبل وأنه سيظل في ذكريات الماضي والله أعلم. رؤية البيض المطبوخ الكبير الحجم علامة على المال الوفير الذي يحصل عليه صاحب الرؤية. أكل البيض المسلوق في المنام علامة على اقتراب الزواج من امرأة غنية. إذا رأى الشخص أنه يقوم بحمل البيض المسلوق علامة على تحقيق الأمنيات في الحياة الدنيا. إذا رأت المرأة المتزوجة جمع البيض في المنام علامة على اقتراب موعد حملها. رؤية جمع البيض في المنام إشارة على الولادة القريبة في أنثى. رؤية أكل البيض بعد جمعه في المنام علامة على الاضطرابات والخصومات بين الزوجين في الحياة والله أعلم. جمع البيض بعد شرائه بكميات كبيرة في المنام علامة على تغيير أساس المنزل والله أعلم. رؤية الرجل أنه يقوم بجمع البيض النيء إشارة على حمل زوجته قريبا والله أعلم. جمع البيض الغير ناضج علامة على الاضطرابات مع الزوجة أو أهل الزوجة والله أعلم. رؤية جمع البيض في الحلم إشارة أن الرجل يصبح غنيا. رؤية الرجل أنه يقوم بجمع البيض المسلوق على علامة على السعي وراء الأهداف في الدنيا. رؤية جمع البيض المسلوق علامة على الاضطرابات التي يتخلص منها صاحب الرؤيا مع الوقت. رؤية جمع البيض في الحلم تكون إشارة على ولادة الزوج القريب. رؤية جمع البيض المكسور في المنام علامة على ضغط الزوج على زوجته بسبب الأولاد أو مصاريف البيت والله أعلم. جمع البيض من تحت الفرخة أو الدجاجة علامة على العدد من المتاعب في الحياة. رؤية جمع البيض بكميات قليلة إشارة على الخير الوفير الذي يحصل عليه صاحب الرؤيا. إذا رأت المرأة الحامل أنها تجمع البيض من تحت الدجاجة أو الفرخ علامة على ولادتها القريبة في طفل ذكر. رؤية جمع البيض من تحت الدجاجة في الحلم تكون إشارة على اقتراب موعد الولادة للحامل. رؤية الحامل أنها تقوم بجمع البيض من تحت الدجاجة تكون إشارة على الاضطرابات التي تمر بها في الحياة. رؤية البيض الكثير في المنام إشارة على فساد صاحب الرؤية وعليه التوبة. تقشير البيض الكثير تكون إشارة على قلة الرزق. رؤية البيض الكثير من تحت الدجاجة علامة على الرزق الوفير. رؤية البيض المكسور في المنام علامة على تحقيق الأحلام في الحياة. رؤية البيض الكثير تحت الدجاجة علامة
على زواج الرجل من جارية أو جارته. رؤية أكل البيض الكثير في الأحلام إشارة على ارتكاب الأخطاء في الحياة. أكل البيض من إنسان مجهول إشارة على زواجه من امرأة جميلة قريبا والله أعلم. رؤية جمع البيض في المنام تكون إشارة أن صاحب الرؤية سوف يتزوج. رؤية جمع البيض من الأرض وأكله والله أعلم علامة أن صاحب الرؤية يأكل حق الموت فعليه التوبة. رؤية جمع البيض من الأرض وقتله على الفور تكون إشارة أن صاحب الرؤية إنسان سيء مع زوجته فيجب أن يغير هذه المعاملة والله أعلم. جمع البيض من الأرض وكسره علامة على زواج الشاب الأعزب قريبا. رؤية سقوط البيض من يد صاحب الرؤية علامة على العين والحسد الذي هو مصاب بها والله أعلم. إذا رأت العزباء أن البيض يسقط من يدها علامة تحذيرية أنها مصابة بالعين. رؤية كسر البيض في المنام علامة على الخلافات والمشاكل في الحياة. كسر البيض في المنام إشارة أن صاحب الرؤية يواجه عقبات في الحياة. رؤية البيض النيء في المنام إشارة على ولادة ولد. البيض النيء في المنام إشارة على أكل الحرام. رؤية الرجل بالبيض النيء إشارة على الأزمات والاضطرابات في الحياة. إذا رأى الرجل البيض النيء علامة على الأمور الصعبة والشدائد في الحياة. رؤية البيض في الثلاجة تكون إشارة على الرزق الوفير الأيام القادمة. رؤية المرأة الحامل أنها ترى البيض في الثلاجة إشارة على ولادة فتاة جميلة. رؤية الرجل يأكل البيض النيء في الثلاجة علامة على أكل المال الحرام. رؤية أكل البيض من الثلاجة علامة على الزواج للأعزب أو الزواج للفتاة العزباء. رؤية فقس البيض وخروج الكتاكيت علامة على الزواج القريب والله أعلم. فقس البيض في المنام علامة على الذرية والأبناء الكثيرة في الحياة. إذا رأى الشخص أن البيض يفقس في المنام إشارة على الطيبة وحسن السمعة. رؤية فقس البيض والله أعلم علامة على الرزق الوفير وكثرة الخير في الحياة. البيض وخروج الكتاكيت إشارة على الخير المخبأ لصاحب الرؤية سواء كان رجل أو امرأة والله أعلم. إذا رأى الرجل البيض المطبوخ بشكل عام علامة على النساء الذي يقابلهم في الحياة فعليه الحذر منهم. رؤية البيض المطبوخ للسيدة المتزوجة إشارة على السعادة التي تنعم بها مع زوجها. إذا رأت المرأة المطلقة أنها تأكل البيض علامة أنها سوف تتزوج إنسان خيرا من الذي سبق في حياتها. إذا رأت المطلقة أنها تأكل صفار البيض علامة أنها سوف تتزوج إنسان يمتلك ثروة كبيرة من المال والله أعلم. إذا رأت المطلقة البيض المطبوخ الكبير علامة على المال الوفير الذي تحصل عليه الأيام القادمة. أكل البيض المسلوق في المنام علامة على اقتراب الزواج من امرأة غنية. إذا رأى الشخص أنه يحمل البيض المسلوق في يده علامة على تحقيق الأمنيات في الحياة الدنيا. إذا رأت المرأة المتزوجة جمع البيض في المنام علامة على اقتراب موعد حملها. رؤية جمع البيض في الحلم إشارة على الولادة القريبة في أنثى. رؤية أكل البيض بعد جمعه علامة على حدوث العديد من الاضطرابات والخصومات بين الزوجين. جمع البيض بعد شرائه بكميات كبيرة علامة على تغيير أساس المنزل. جمع البيض النيء في المنام إشارة على حمل الزوجة قريبة. جمع البيض الغير ناضج في المنام علامة على الاضطرابات مع الزوجة أو الأهل. رؤية جمع البيض في الحلم إشارة أن الرجل يصبح غنيا. إذا رأى الرجل أنه يقوم بجمع البيض المسلوق علامة على السعي وراء الأهداف. رؤية جمع البيض المسلوق علامة على الاضطرابات التي سيتخلص منها صاحب الرؤية مع الوقت والله أعلم. أكد العلماء أن رؤية جمع البيض في الحلم تكون إشارة على ولادة الزوجة القريب والله أعلم. رؤية جمع البيض المكسور في المنام علامة على ضغط الزوج على زوجته. جمع البيض من تحت الفرخ علامة على المتاعب في الحياة الدنيا. رؤية جمع قمية من البيض تكون إشارة على الخير الوفير. إذا رأت الحامل أنها تقوم بجمع البيض من تحت الدجاج علامة على أنها ستلد طفل ذكر والله أعلى وأعلم. جمع البيض من تحت الدجاج علامة على اقتراب موعد الولادة للحامل. رؤية الحامل أنها تقوم بجمع البيض من تحت الدجاج علامة على الاضطرابات التي ستمر بها في الحياة الدنيا. رؤية البيض الكثير إشارة على فساد صاحب الرؤية. تقشير البيض في المنام إشارة على قلة الرزق في الحياة الدنيا. رؤية البيض الكثير من تحت الدجاج علامة على الرزق الوفير. رؤية البيض المكسور علامة
على تحقيق الأمنيات، والله أعلم. رؤية البيض الكثير من تحت المنزل علامة على زواج الرجل من جارته، رؤية أكل البيض الكثير في الحلم إشارة على ارتكاب الأخطاء والحمقات في الحياة الدنيا، رؤية أكل البيض من مجهول تكون إشارة على زواجه من امرأة جميلة، والله أعلى وأعلم. رؤية جمع البيض في الحلم إشارة أنه سوف يتزوج قريبا، رؤية جمع البيض من الأرض وأكله علامة أن صاحب الرؤية يأكل حق الموتى والميتين، والله أعلم. رؤية جمع البيض من الأرض وكسره وقتله على الفور إشارة أن صاحب الرؤية سيء جدا مع زوجته، فعليه أن يغير من هذه المعاملة. جمع البيض من الأرض وكسره علامة على زواج الشاب الأعزب، رؤية سقوط البيض في الحلم إشارة على العين والحسد في الحياة، إذا رأت الفتاة أن البيض يسقط من يدها علامة تحذيرية أنها مصابة بالعين، والله أعلم. رؤية كسر البيض في الحلم علامة على الخلافات والمشاكل في الحياة، كسر البيض في المنام إشارة على العقوبات.